السلام عليكم. اذا الاخت سميره، بالنسبه للتوب ديالك فيه 3 متر وشي حاجه، يعني حنا غنفترض هذا هو التوب. التوب ديالك غادي تطوي على جوج هكذا، فيه في الارض متر ونص، غادي تعاود تطوي على 4 هكذا باش غادي يعطيك 37.5 في الارض. اذا هنا كاينه الحاشيه هنا، والتوب ديالك راه مسدود، يعني ها هو طويتو على 4 مزيان. غتجي لهنا، لاحظي معايا، غتجي لهنا المنتصف ديالو، غتعبري الطول ديالك وغدير الكتف وغادي تراسي الكسده. غتراسي الكسده ديالك من المنتصف ديال الكوبو ديال التوب، يعني قلتي عندك الكتف فيهم 33، وديري الخيط غتهبطي مع هذيك 33 نيشان، تخرجي أزيرو ديك 33 غتهبطي معها أزيرو، يعني هكذا، يعني غنضرب الكول ديالي من هنا ونطيح الكتاف ونهبط ها الكسدة عيطتها. كيبقى لي هاد النص فيه متر ونص، هاد متر ونص، وهاديك الساعة ملي غادي نكون حيدت هاد الكسدة غنكون حيدت الكسدة. ها هي الكسدة دابا حيدتها، هي هادي، ها الخلف ها الأمام، غيبقى لي هاد التوب، هاد الطرف هذا فيه متر ونص على متر ونص، غادي نحيد الخراط من هنا. الخراط أنا معرفتش شحال بغيتي ديري فيهم، واش 8 ومعرفتش شحال خاصك في العرض، لأنه معطيتنيش العرض ديالك، العرض ديال السيد في. إذا من هنا غضربي الخراط ديالك مفتوحين وغادي تخرجيهم، يعني أراد شي شوية من التحت. هذا الطرف اللي غادي تضربي منه الخراط ها هو، إذا ها هما الخراط ديال الجناب بجوج، هذا مازال غتقسميه على جوج باش يعطيك الخراط. إلا بغيتي تقسميهم قسمي، وما بغيتيش بلاش. وهنا غادي تضربي الكمامة، هنا غادي تضربي كمامة من هنا هكذا، وكمامة أخرى من هنا، وهنا غضربي القب. إذا غيشيط لك فين تضربي جوج كمايم وقب، الكمايم راه غتكون عندك شي 50 هكاك في الطول. إذا لنفرض على أنه عندك مثلا 54 في الطول ديالكم، 54 زائد 54 غتعطيك متر وتمنية، متر وعشرة، إلا حيدتيها من متر ونص تبقى لك 40 سنتيم، يعني كافي باش تخرجي منها، باش تخرجي منها القب ديالك. إذا هكذا غنضرب أنا الكمايم بهاد الطريقة هادي، إذا تيبقى لي القب ها هو، الكمايم ها هما، الكسدة ها هي، والخراط ها هما. إذا هكذا تكوني فصلتي الجلابة ديالك. بالنسبة للخراط تيكون طوال، غتحيدي منهم شي طروفة، هاد الطروف هادو هما غديريهم في الجياب ديال الغلاف ديال الجياب هكدا. السلام عليكم.